أحسن الله إليكم. المرسلة قاف حاء من الجوف بعثت عددا من الأسئلة، تقول في أولها: ما ثوب الشهرة الذي من لبسه في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة بالآخرة؟ وهل ما تلبسه العروس أمام النساء فقط لمدة قصيرة يدخل بذلك اللباس؟ لباس الشهرة هو اللباس المخالف لما عليه أهل البلد من نساء ورجال، فالمرأة تلبس ما يلبسه النساء في بلدها وفي مجتمعها، والرجل يلبس ما يلبسه الرجال في مجتمعه وفي بلده، فإن خالف ذلك ولبس لباسا أجنبيا مخالفا لما عليه عرف أهل البلد فإن ذلك هو لباس الشهرة المتوعد عليه. نعم. وكذلك ليلة الزفاف المرأة تلبس ما تلبسه النساء في هذا البلد ونساء بلدها ليلة الزفاف، ولا تأتي بموضة مخالفة لما تعمله العرائس في هذا البلد. نعم.